بكير بتحبي اعمل لك فنجان قهوه وفطور طلع لك اياه لفوق، ولا بتحبي تفيقك على القصر على الغداء؟ شمستك عاليه يعني ما فهمت. ليش هيك عم بحكي؟ شو ليش هيك عم بحكي؟ لكون انت مجوزه ابنك ومفكرتيني لفايه. استهدي بالله، انا ببيت اهلي ما في بكير وبقوم منظف. لك عم اقول لك استهدي بالله، هذا بينك جوزيني ومن واجبك تشتغلي فيه. وبوقت متجوز انا مين كان يشتغل لك فيه؟ يلا يلا صباح خير. صباح النور ابن عمي. الله يرضى عليك، اعملي لك فنجان قهوه. اعملي لك فنجان قهوه؟ ايه يا على راسي. من عيوني احلى فنجانين قهوه. امشي يمي امشي معي. معلش ازرعيها بداني وحطي ايدك بايد سوسن بشغل البيت. بس يا ابني المرة لازم تشتغل ببيت جوزها. معك حق يا أمو، معك حق، بس بتعرفي عروس جديدة يعني بس لتاخد على جونا وتاخد على جو البيت. طيب مثل ما بدك يا أمو. الله يخلي لنا ياكي شرفي. ما شاء الله على هيك جوازة يغزي العين، وما شاء الله انتوا اخدين البنت لحتى تشغلوها لفاية. لكي الله وكيلك يا مرت عمي، اول مرة بتشتغل بالبيت وما توقعنا يصير هيك. لك سوري، انتوا اخدتوا البنت ومستوا ايدينا ورجلينا لحتى اعطيناكم اياها، مو لحتى تشغلوها لفاية عند امك. اسمعي ست وصال، هذا ما بصير هالحكي. ضبي لسانك لانك انت واقفه ببيتي كل مره بتشتغل ببيت جوزها. ما شاء الله حولك وحواليكي تمشيني، ليش لحتى ما تجيبي بنت من بناتك تشتغل بالبيت؟ ولا انتوا اخذين بنات العالم مشان تستعبدوهم؟ يا سيد فريد ان شاء الله الف مبروك، مرتك حبله. لك الله يبارك فيكي، وينك احلى حلوان؟ ايه اوعك تنساني ها. مرت عمي وين انت؟ أنا هون بالمطبخ. آه يا مرت عمي آه. عملت لك كاسة عصير، جوزك وصاني فيكي لأنك حبلك. شو هي ليمون؟ إيه ليمون. إيه شربيني إياها بإيدك لكان. بدك تشربيها لحالك اشربيها، ما بدك تصطفلي. يو اشربها ولا بلا. لا بلا بركي حاطط لي فيها شيء. والله ما بأمي عيوني. انت ما بتستحي على حالك؟ لك ما فيك دم؟ بدك ياني يكون لفايه لمرتك؟ يا مو كرامه لله، كرامه للرسول، هي فتره وبتمرق المخلوقه حبله. صلى عنا ثلاث شهور، اول شيء كانت عروس وهلا حبله. امين جايب لي بنت الوالي. يا مو وطي صوتك، وطي صوتك، ما حلوة تسمع هذا الكلام. هلا بتاخذ على خاطرها. هي بتاخذ على خاطرها. طيب وانا؟ خلص امي لا تاكلها، انا رح اخدمها لحتى تولد، بس تكون انت راضيه. خير يا سوسن. يا سوسن. سوسن خير؟ الله يرضى عليكي. تعي عاونيني بنشر الغسيل. معقولة انت مو شايفتيني حبلة؟ بدي كان احمل واطلع انشر الغسيلات. والله بسقيت بعدين مرت عمي، معلش يعني الحركة برك. انشريهم انت. ايه على عيني، روحي انت ارتاحي. حاضر اكيد رح ارتاح. غزالة غزالة ما شاء الله عليكي. اوه يا مرت عمي، لك الحقوني يا ابن عمي. مرت عمي وقعتني من على الدرج. الحقوني يا جيران، الحقيني يا مرت عمي. أكيد سقطت أنا، أكيد سقطت. وينك يا ابن عمي تلحقني؟ يا مر العوض بسلامة، أنا رايحة أعمل كل حاجة.
يا مو، هذا البيت نحس، انا من وقت ما جيت لهون ما شفت يومين يا مو. خلص يا سوسان، ما بيصير هذا الحكي. خلص سوري، انا هلا بدي اخذ بنتي على بيتي. هلا انت يا مرت عمو، شو هالحكي هاد؟ لك يا سوري، لانه هذا البيت ما بيتحمل اثنين، يا الكنة يا الحماية. مظبوط كلامك مرت عمي، هذا البيت ما بيتحمل، يا اما الكنة يا الحماية. بتضبي اغراضك وبتطلعي من البيت يا مو، وما بيهمني تروحي وين ما بدك. روحي لعند اختي على حلب، اشمعنى قاعده عندي وبدك تخربي لي حياتي؟ شو ما بيكفي انك روحتي لي ابني اللي ناطره على احر من الجمر؟ واخر همي يا مو، اخر همي بتروحي على حلب، بتروحي على اسطنبول، بلاد الله واسعه، بس يا انتي يا حرمتي بهذا البيت. وانا ما بدي اخرب حياتي بس لانك حاطه نقرك من نقر سوسن، وراسك والف سيف بدك تفتري عليها كيف ما كان. ما الله يخليكي، عم تفهمي علي يا مو؟ يعني لو ولد صغير عدم المؤاخذه كان فهم. يلا يا مو، يلا الله معي. السلام عليكم. علي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي خالتي الفري، خير؟ شو صاير معي؟ والله مالي عرفانة شو بدي قلك. لك ليش بقشتك معك لك يا خالتي؟ ابني قلعني من البيت يا باطل. حسبي الله ونعم الوكيل. امشي معي خالتي، امشي. لوين؟ امشي ولا تاكلي هم. الله يرضى عليك يا صهري. ابوشك بتروح لعند كاتب العدل بالحكم داريه، وبتخلي امك تتنازل لك عن البيت وبتريح لي راسك. انت ابنها وما رح ترد لك طلب، كلمتين حلوين منك بيصير يلي بدك اياه. وهيك تقبرني بعيش انا وياك بهنا وفرح وبراحة بال، وبصير البيت لنا. ايش بدنا احسن من هيك؟ خالتي بصمينا على هالورقة. الله يخليك، افتكرتك جاي تصالحني وترجعني على البيت، بس جاي تخلصني البيت وبدك ياني ابصم على الاوراق؟ يا عيب الشغل. خالتي عنا اشغال، الله يخليكي بصمينا على هالورقة. راح أبصم لك إذا الغالي راح، لا أسف مع رخيص. لا فريد، من وقت سألت الحريم عندي بالبيت وقالوا لي إنك جيت أخذت أمك على الحكم دارية، عرفت في إنا. شرفي معي خالتي، خالتي شرفي معي. اسمعوا لا فريد، تنسى انه الك ام عندي، فهمت؟ تفضلي خالتي. شرفي. يا ستي وهذا اللي صار. الله لا يوفقكم، خليته يقلع امه. لك كيف اجى من قلبكم؟ يعني شو بدك يا نات؟ قاعد خدامين على حضر جنابه، ليك قاعده ببيت العقيد مرتاحه ومبسوطه وعين الله عليها. بس نحن مو هيك اتفقنا يا وصال. انت وقت جيتي لعندي قلتي لي بنعمل هيك مع امه مشان يلين قلب جوزها عليها، مو مشان يطفشها لامه ويقلعها. يا ستي وصار اللي صار، وحضرت جنابك اخذتي اجرتك وفوقها حبه مسك، بقى حبيبتي ايمينا من هذا الموضوع. عندنا هذا اللي طلع معك يا وصال، نتواجه.
يخرب بيتي، شو عم تهدديني؟ ايدك وما تعطي يا امو. بركي عملت شي؟ لك اما بتسترجي تعمل شي ولي على عيونها، والله بشل عيونها التنتين. تقبريني الله يخلي لي اياك يا رب. اشربي شاي، اشربي. عد لعم ما هزت لي بدني. يا ابي انا جاي احكي لك لاني حاسه بالذنب، وانت الشي اللي عملته مع امك كان غلط، وحقك وحق امك برقبتي انا. قصة انه مرتك كانت حبلي هي كذبة من حماتك، قالت لي قولي انه حبلي. اي والله اجت لعندي وعطتني كم ليرة، قالت لي قولي انه سوسن حبلي، وراحت غابت مني ورجعت اجت لعندي قالت لي قولي انه سقطت. يا ابني امك ما غلطت بشي ابدا، وما لزم الله وكيلك بريئة. الله لا يسامحكم من وراء الكذب تبعكم، صرت مغضوب لرب العالمين ولأمي. شوفي وليك روحي انت. لا لا دخيلك، لا لا مشان الله، الله يوفقك لا تنطقها. خلص شو بدك، انا امين وامك جوات عيوني وعلى راسي، بس لا تطلقني مشان الله. نتواجه يا مو. عجبك هيك؟ لك رح يخرب بيتي، لك تحط له كله من أفزنك، كله من أفزنك. ضليتي تزي براسي، تزي براسي اللي عملت هيك بحماتي. الله يسامحني، بس أنا ما عاد أسمع كلامك إلا بالحق يا مولا. تزعلي مني، وبصراحة أنا بدي روح لعن جوزي، ما بقدر أعيش بلاهي. ليكي بنتي، ما دام الموضوع وصل للطلاق بوشك لعن جوزك وراضية لحماتك، بوسي إيديها ورجليها. لكن بنتي عسى ما تعدي بخلقتي. أكيد بوسي إيدك بدي أمي. مالك أم عندي؟ بوسة لإيدك رجع لأمي، كرامة للرسول. ولك هلا صار بدك أمك؟ لك هلا عرفت إنه الأم إلها قيمة؟ بعد ما مرتك هي الوسواسة بلشت توسوس لك فيه لهالراس، عشان تكتب بيت بإسمها؟ الله وكيلك، الله وكيلك، رحت لعنده وكنت رح طلقها. إيه شو استفدنا؟ والأم؟ والأم لك فريد؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بدك تقلي شو بدك تساوي بالضبط؟ أمرك أمرك حكيت أمرك. عود لشوف، عود.